كل فريق وله لقبه، منهم اللي خده من شعاره أو اللي اكتسبه من جماهيره، وفي اللي خصومه لقبوه بلقب فجماهيره خدته وخلته مصدر فخر ليهم. لما تسمع كلمة سر أو لقب لازم يجي في بالك قصة ملحمية كانت سبب تلقيب فريق بلقبه، لكن الحقيقة إن الواقع بيبقى أبسط من كده بكتير، وأحياناً بتكون مواقف عادية جداً سبب في اكتساب الفرق لألقابها، وده اللي هتعرفوه في سر اللقب. تخيل تبقى من مدينة روميو وجولييت ولقب فريقك الحمير، شيء بائس جداً، وده اللي جناء لاس فيرونا وكييفو فيرونا على أنفسهم. في فيرونا موجود 3 فرق، فيرتوس فيرونا وده بعيد تماماً عن الصورة، وفي إيلاس فيرونا وكييفو فيرونا، طرف الديربي بيتقاسم نفس الملعب. ورغم تقاسمهم كمان المدينة اللي ويليام شكسبير قرر تخلدها كرمز للحب، لكن الجماهيرين قرر تقاسم الكراهية. إيلاس فيرونا هو الأقدم والأشهر لدرجة أنه حصد لقب الدوري الإيطالي موسم 1984-85. لقب إيلاس فيرونا عادي جدا، اسمهم الأولاد، وده نسبة لمؤسسيهم اللي كانوا مجموعة من الطلاب في المدرسة الثانوية سنة 1903. وفي كمان لقب الجيالو بولو أو الأصفر والأسود نسبة للون لبسه. في المقابل اتأسس كييفو سنة 1929، ورغم أنه اتأسس في العشرينات لكن لقبهم مجاش غير في التسعينات لما بقوا الحمير الطائرة. في التسعينات وصل كييفو للمنافسة على الصعود للدوري الإيطالي الممتاز أخيراً. جماهير إيلاس فيرونا اللي بيلعبوا ماتشاتهم على نفس الملعب كانوا بيحبطوهم وبيقولوا مش هتصعدوا لما الحمير تطير، حاجة كده زي ده لما تشوف حلمة ودنك. الحقيقة أن جماهير كييفو شافت حلمة ودنها وصعدوا فعلاً لأول مرة موسم 2000-2001 للدوري الإيطالي الممتاز بقيادة لويجي ديلنيري. جماهير كييفو أطلقت على نفسها لقب الحمير الطائرة نكاية في إيلاس فيرونا، وكان أول ديربي بين الفريقين شرس جدا سنة 2000. الصاعد كييفو اتقدم 2-0، لكن إيلاس فيرونا كسب 3-2 بأهداف ماسيمو أودو وكاميرونيزي. وفي الدور الثاني اتقدم إيلاس فيرونا، لكن كييفو رجع برضو وكسب 2-1، ياخد منحة تاني خالص في المنافسة.